الوقت عم بيمر بدون فائدة. كيف بدون فائدة؟ ما كان لازم تنكشف يا زكي. كيف بدنا نتحرك هلا؟ عادي. كيف عادي يعني؟ خليه يتحرك هو. طيب صعب. ليش صعب؟ ما لازم حدا يواجهه بالماضي، ساعتها ممكن يتأزم وينفر من كل اللي حواليه. يا طيب كيف بده يطيب؟ أنا من جهتي عم بنفذ تعليمات الدكتور خطوة بخطوة. أستاذ سامي خليني أشوفه. على الفاضي ما راح يعرفك. الله يخليك أستاذ سامي، عن جد جعبالي شوفه. ماشي، بس بدك تدير بالك، ها لا تحاول تذكره بشي، ممكن كتير نرجع خطوة لورا. ماشي يلا. مو هلأ، بكرة الصبح. ليش؟ عنا موعد مع الدكتور وبدي اياك تكون معي. وهي هي الحقيقة، صدقوني ما كذبت عليكم بشي أبدا. إيمان أحتاج لك، أحتاج لك. مساء الخير. مساء النور. كيف شغلك؟ كثير منيح. ما قلت لي إيمان، شو صار معك؟ بخصوص هنادي؟ ايه. هنادي إنسانة ذكية يا فالح،
محتاجة لواحد ذكي يعرف كيف يتقرب منها. شو يعني؟ تفضل تتصرف انت بالاول. طب شلون؟ ما بعرف، وما حدا غيرك لازم يعرف. كل اللي بقدر اقول لك اياه انتهز اي فرصه بتسنح لك، ما تضوعها. يعني ما حكيتي معه؟ ما حكيت، بس لا يروح تفكيرك لبعيد. لا انا حكيت ولا هي رفضت. خير يا رياض. اهلين اهلين عمرو حمدي، تفضل. مساء الخير يا ابو رياض. يا اهلين وسهلين. اهلين اخي ابو حمدي، تفضل. تعرف يا أخي أبو رياض، أنا مستعد أخسر كل الناس وأولهم أولادي، بس ما أخسركم أنتم. غسان غلط بحقكم وأنا قدامكم يا أخي. يا بتقلي مبروك عليكم زهور، يا بتاخد حقك بالطريقة اللي بتعجبك. أنا قدامك يا طيب، ترى أنا اللحم وأنت السكين. يا اخي ابو رياض شو قلت؟ اخي ابو حمدي، ان شاء الله ما راح يصير زعل بيناتنا بعد اليوم. وزهور مبروك عليكم. الله يبارك باصلك يا طيب. وابني زكي كمان غلط بحقكم يا ابو حمدي. يا سيدي زكي ما بينعتب علي. زكي ما في مثله يا ابو حمدي. بس احنا فهمنا غلط وما فهمنا صح، زكي أعقل من كل الناس. زكي مثل ابني يا أبو رياض. صحيح هو غلط بحق فرحان، بس يعني مثل الأخ لما بيغلط بحق أخوه. وأنا بوعدك ها، إنه من اليوم ورايح ما خلي أي سبب يزعلك مني. وأنا مثلك يا أبو حمدي. بارك الله فيك، لكن خلينا نتفق. على شو؟ يعني الخطبة. زهور بنتك يا ابو حمدي. الله يحييك. نقرا الفاتحه. على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا اخي. الله يبارك. مبروك، الف مبروك.
فرحان، احنا مصدقينك. الحمد لله. بس كيف رح تقدر توقف بوجه حمدي وعمي ومرت عمي؟ لما رجعت كنت حاسس بقوة غريبة، كنت جاهز واجه كل الناس، بس لما حسيت انكم ضدي ضعفت. ونحن هلأ معك بهالحالة حنوصل للي بدنا اياه. ما تخافوا علي، لا تقلقوا، انا حاتصرف، بس المهم ما تصدقوا غير يلي بقوله لإلكم. ماشي؟ بس فرحان يعني نحن شو؟ اطمني يا سلمى، أنا مقتنع كثير بسامي، بس احترام عمي واجب، يمكن ما نضطر نرجع للشام. ليش لا؟ أنت أحسن شاب بهالدنيا كلها. أنا هيك إحساسي. هلا عم تحكي عن جد؟ طبعاً. جد ونص. أنت هيك شايفة؟ وأنت ليش مصدق؟ لا مصدق. بس انقال لي كلام كثير قبل ما أقرر كون على حقيقتي. شو اللي غيرك؟ شخص غالي علي. مين هو؟ قبل ما أعرفه كنت متعود على حياتي وأنا ساكت، أزعل على الساكت، اخترع على الساكت، بس بعد ما عرفته قررت أني أعيش على حقيقتي، كون أنا ذكي، ذكي سواء حبوا الناس ولا ما حبوا. كلنا محتاجين لك هيك. لا مو الكل، من زمان كنت أحكي أعترض بس ما كان حدا يسمع كلامي، واعتراضاتي ما كانت تعجب حدا. مين هو اللي غيرك؟ ما حدا غيرني، أنا غيرت حالي. أصلاً ما بقبل لحدا يغيرني إذا ما كان إلي الدور الأكبر بهذا التغيير. أنا مالي فهماني عليك ولا شيء. بكرة بتفهمي. وليش مو هلأ؟ خليكي بفرحتك. ليش بزعل إذا عرفت؟ لا، بس فرحتك شايفة بعيونك، خليها تعيشك وقت حلو، حقها عليكي وحقك عليها هذا الشيء. زهور نعست وبدي نام، عندي بكره مشوار مهم. لوين؟ تصبحي على خير.
مبروك يا عريس. أنا يا بابا؟ لكن أنا يا ابني. ورينا الفاتحة مع أبوها. زهور؟ طبعا زهور. ليش أنت بدك غيرها؟ تسلم لي. تسلم لي يا بابا. الله يرضى عليك يا ابني. ألف مبروك يا ابني. بدي اخذ من وقتك 10 دقائق ويمكن 11 دقيقة. تفضل. وصعب اشرب قهوة الا اذا تجاوزنا ال 11 دقيقة. نتجاوزهم مو شوي كثير. واللي عم يستنى بالشارع؟ مين؟ سامي. على فكرة سامي ما هو مرشد زراعي. دبر حاله بهي الشغلة لهدفه ودراسه. شو هو؟ وملاحظة اني عم بكشف ورقي كلها قدامك؟ ليش لسه ما كشفتها؟ مو كله. وين القهوة؟ أنت شو عم تحكي يا ولد؟ كلامي واضح يا عمي وبترجاك ما تزعل مني. نجوم السماء أقرب لك. الأرض صارت أرضي. هذا حقك يا حمدي. وأنا كمان من حقي أنزل على الشام وآخذ إخواتي معي. عم تلوي دراعنا مشان تتجوز تغريد، تغريد ما بدها إياك. حقها. وبتضل بنت عمي كمان. بابا فرحان مو غلطان. يا جماعة أنا رجعت لحتى أشتغل بأرضي. بس حمدي مو رضيان يرجعها، بقى أنا شو ضل هون؟ باخذ إخواتي وبرجع على الشام. مو غلط، بس لا تجوزها لسامي، ابن عمك أحق فيها. وأنا أحق بتغريد من غيري يا مرت عمي، ولا نسياني إنه تغريد بنت عمي. بس على كل حال أنا بحترم حالي وما بفرض حالي على حدا. شو قصدك؟ أنا اللي عم بفرض حالي على بنت عمي؟ قصدي واضح يا حمدي، إذا ما بترجع أرضي بحمل حالي وبرجع على الشام أنا وإخواتي، وبالحالتين سامي حيتجوز سلمى بعد موافقتك يا عمي. طبعا أنت ليه زعلان يا حمدي؟ اتركه يعمل اللي بده إياه. أبي ما بيوافق على سامي وأنا موجود. رجع له الأرض يا حمدي. برجعها إذا بيقبل بأنه تكون مهر سلمى. حمدي انت ليش مو راضي تفهم؟ سلمى ما بدها اياك. انت ما تتدخل. وليش ما بدها اياها؟ اصلا اختك سلمى تفرح بحبها، لك منيح اللي حمدي قبل فيها. هو مجنون. يا انا عندي استعداد جوزه ست سته واحسن وحده بهالبلد. ماشي الحال. انا قلت يلي عندي. عمي لا تواخذني، انا حقول لسامي مبروك. وانا كمان بدي اقول اللي عندي. يلي بده يقرب من سلمى بعده ما خلي. حمدي حمدي لك جننتو، لك تعبتوا له اعصابه، حرام عليكم. يعني هي مين فكري حالها؟ اسكتي يا عزيزي. يا ابني يا فرحان اترك الموضوع فكر فيه شي يومين. ماشي الحال، بس لا تزعل مني يا عمي اذا ما انتظرت بعد اليومين. ماشي الحال. أنا مو قدران أصدق يلي عم شوفه. ليش؟
المفروض انت وحمدي ما تتزعلوا ابدا. شو قصدك تغريد؟ وعم تسأل؟ شو رأيك باللي سمعتي؟ كل يوم عم يمر عم بحترمك فيه أكثر. وبعدين؟ شو اللي بعدين؟ يعني كل يوم عم يمر عم تحترميني أكثر وأكثر وأكثر. ممكن يتحول الإحساس لشيء ثاني. المهم إني كشفت وما عاد أقدر أعمل دور زياد قدام الناس. ولا برأيك بقدر؟ أنا أشطر واحد بالدنيا بتغيير المواضيع، بس أقصدها. ما كان قصدي أحرجك. ما غلظني، أحرجتك أكثر ما هيك؟ إيه ها؟ ضحكي. هذاك صار له ساعة منقوع بالشمس، صار لازم رحله، ولا لا؟ أكيد. إذا ما بدك خليه منقوع كمان ها، بيتحمل. وأنا هيك حابب. لا أرحله. ماشي بس كمان دقيقتين. انا ليش حظي مثل الزفت؟ لك بدي اعرف شو عملت بزمان اللي يصير معي. واحد بده يتجوز المفعوصة زهور، والثاني بده سلمى اللي مجننتني بعمايلها. ويا ريت هي بدها اياه وعاجبها. لك قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. يا امي انت ليش حامل السلم بالحرب؟ اتركيهم براحتهم. معلوم انت شو همك؟ بكره بتتجوزي وبتروحي على بيتك وانا يلي بنبلى فيهم. وليش لحتى تنبلي فيهم؟ ما حيضلوا بوشي ليل نهار. وليش لحتى يضلوا بوشك؟ يلي بيتجوز يفتح بيته والله معه. ايوه مشان بكره زهور تاخذ غسان وسلمى تاخذ لي حمدي. لك هذا اذا رضيت تاخذه. بتعرفي انا بمحل حمدي شو بساوي؟ بخليها لتوافق وبس توافق برفض اتجوزها. لو بتعرفي شو عم يعملوا ما بتقولي هيك؟ مين هن اللي بيعملوا؟ كل انسان بهالدنيا تربى غلط. وشلون بدي اعرف شو بيعملوا؟ ليش هن قلقان؟ شو عم تحكي هي البنت؟ يلا ما صدقناها وامتى تحكي؟ خليها تحكي. تأخرت عليك؟ كثير. طيب شو بدي اساوي؟ لبينا نداء القلب. شرف طلع. شو مالك مصدق اني حابب؟ مصدق بعدين بنحكي. اطلع شبك؟ ما بعرف بتوتر. وليش؟ على قد مو حابب اني اشوفه على قد مالي خايف. قوي قلبك ولا تخاف، ايه ولا تنسى اللي اتفقنا عليه. يلا يلا بامرك. بدكم تروحوا عالشام وحيرتاح من وشكم كمان؟ ما بعرف. اخ انتي ما اواكي اخ، من تحت لتحت مثل الحيه. الله يسامحك يا مرت عمو. على كل حال عمك ما حيرضى. يا ريت، انا ما بدي ابعد عنك يا ماما عزيزه. ماما عزيزه؟ مو انتي بمقام ماما الله يرحمها؟ صحيح الفرق كبير بس يلا. لكن الفرق أكبر من كبير،
وين انا وين هي. الله يقربكم من بعض. الله لا يقدر، الله يقصف عمرك. انا ما قصدت اللي فهمتيه يا مرت عمو، الله يطول لنا بعمرك ويخليكي فوق روسنا. بس تعرفي لو عندك ولد ثالث كنت طلبت ايده منك، مش عبال عايشه معك. الله لا يقدر. انت بتزعلي مني كل ما بحكي معك، انا بحبك وبحبك عن جد يا مرت عمو. يعني ما رح تبطلي الحركات تبعي؟ عن جد بحبها، بحبها كثير يا سلمى، وبزعل عليها كمان. رح تطققيها للمخلوقة. مشان هيك أنا بزعل عليها. أنت وين رايحة يا مهون؟ نازلة أنا روان شوي على السوق، بدك شي نجيب لك معنا؟ بلاها هالروحة. ليش سلمى؟ لك يا أختي مو ناقصنا نكد نحن. الله يخليكي، بنروح ما بنتأخر. طيب، لا تطولوا. ماشي. يلا روان، أخرنا. خاطرك سلمى. الله معكم. يلا الله معك. ديروا بالكم على بعض. وين سامي؟ صباح النور. وينه؟ يعني انت بتتصور ممكن خبيه؟ هاي المكتب قدامك، واضح انه مو موجود. وين راح؟ ما بعرف. اسمع، بتقول له يحل عني ويترك هالضيعة، خليه يقدم طلب نقله ويترك شغله، أحسن ما يندمع. أنت مسكين ومتهور ومالك عرفان شو عم تحكي يا حمدي. لمعلوماتك، أنت سجلت تهديد واضح هلا وقدامي. تعرف؟ تعرف إذا صار له شيء لسامي أنت المسؤول؟ وأنا شاهد على هذا الكلام. وأنا لا بخاف لا منك ولا منه. وبتمنى تقول له كمان إنه هذا آخر إنذار. ويا ريته يصدقني. شو هالبني آدم هاد؟ أنسة هنادي. عم بيناديني باسمي. خير؟ تفضلوا. يا سلام، وليش نتفضل؟ لا بس كنت جايب شوية بضاعة جديدة وحابة أرجيكم إياها. إن شاء الله بنمر عليك قبل ما نسافر. سافروا؟ قبل ما تبلش المدارس رح نرجع على الشام. إيه بس أنتوا كنتوا ناويين تبقوا هون. مزبوط، هالحكي كان قبل ما يرجع أخوي من برا. عن إذنك، يلا روان. مع السلامة. شو عمل؟ ضاع الولد علقان فيه. وبدك تتسلي فيه؟ لا، بدي اياه يتحرك. عن جد بتحكي؟ يعني عجبك؟ شو ناقصه؟ شاب بيعب العين، وابن مختار واخته. ما شاء الله عليه يا عسل، ليش بدي ارفضه؟ ليش هو تقدم لك حتى توافقي ولا ترفضي عليه؟ مزبوط، شايفت لك اكل بحالي مقلب وماني حاسه. هنادي نحن بالشارع. مزبوط. سهلا، كيفك يا راضي؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي، خبرتك عنه. اهلا وسهلا، تفضلوا. راضي حكيت لك عنه كثير. استاذ سامي، في ناس وراكم؟ مين بده يكون؟ هلا بعرف مين هو. راضي، اتركه. كل يوم عم تعقد اكثر من الثاني. طمن ولا يهمك. امشي. شو وصيتك؟ خلص طمن.
هذا صديقي اللي حكيت لك عنه، شايف قديش بيشبهك؟ زكي زميلي بالشغل، زكي كان مثلك فاقد الذاكرة، ضل 5 سنوات وبعدين رجعت له، مظبوط يا زكي؟ والله مظبوط. ورجعت له ذاكرته، بس أنا لسه. وأنت كمان رح ترجع لك إن شاء الله. شو رأيك نلحق الدكتور؟ ما عاد في وقت. أستاذ سامي، أنا ما رح أقدر أروح معكم عند الدكتور. ليش تجي؟ ليش؟ أنا أعذرني، بستناك هون، روحوا وارجعوا. طيب مثل ما بدك. يلا زياد. شبك؟ ما في شيء، بس قلبي. شبه قلبي؟ لا ابدا، ما في شيء. ما في شيء حبيبتي. حبيبتي تعبانه شيء؟ لا ابدا، قلت لك ما في شيء. امي لا تخوفين عليك. ما تخافي، طمني. والدي.
الناس بتحكم من خلال انفعالاتها يا زكي. إذا قدرت تخوفها بتحكم عليك على إنك قوي وشخصيتك مهيوبة، وإذا قدرت تضحكها بتقول عنك لا بتهش ولا بتنش، بس دمك خفيف وقعدتك حلوة. وإذا كنت طيب بيقولوا عنك بسيط، وإذا هي الطيبة زادت بيقولوا عنك مسكين، وإذا هي الطيبة زادت أكثر وأكثر بيعطوك شهادة بجنان، وساعتها ما عاد حدا بيعمل لك حسابها. طيب والعمل؟ بتتعامل مع الناس حسب الموقف، إذا قدرت بتورجيهم الطيبة بوقتها والقوة بوقتها، وساعتها بتعيش هيك بين الناس وأنت مرتاح. هذا إذا عطوك فرصة. الفرصة أنت بتفرضها، وصوتك لازم ينسمع، وإذا ما حدا سمعه بتكون مثل الأخرس عم تعيط على الفاضي. يعني أنت متفائل كتير. رح ضل متفائل طول عمري، وما لح أعمل مثلك واستسلم. شوف الناس شو عم يحكوا عنك. اسمع مني يا زياد، قدامك طريقين مالهم ثالث، يا بتعمل مثلي يا اما بتخسر كتير كتير كتير. غلط وعيب. طب شو فيها؟ وانت ضروري تحكي لها يعني؟ ليش نحن من قبل منخبي على بعض؟ خلص سلمى ما عاد عيلة منيح هيك. وهي اجا غسان. اهلين بالعريس. ولك حاجة هبلله، اركزي بقى شوي. مرحبا. اهلين غسان، مبروك. لسه ما صار شيء. امتى رح اقدر واسيها؟ اللي هي مين؟ انت ببارك لك وزهور بواسيها، الله يعينها على هالورطه، اكيد اما داعي عليا. بتعرف يا نادي بتصيري اغنى وحده بهالدنيا لو ربنا يعطيك على قدها بلنتك. عم تضحك وتشجع الاعداء علي؟ طيب لك انا اعداء؟ انت عدوي ورح تضل طول عمرك عدوي طول ما انا عايشه. مبسوط يا غسان؟ كتير 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 كتير. انت وزهور بتستاهلوا كل خير. لك ها؟ هاي الكلام الحلو. عقبالك. ماشي الحال. استحي بقى. وامتى العرس؟ ما حددوا. عقبالك يا سلمى. لسه ما صار شي. رح يصير. عم بتقولها بثقة كبيرة. ليش يا غسان؟ عمك وفرحان موافقين، وأنا كمان. لك شو ضل؟ عمي موافق؟ رح يوافق. ما في أطيب من قلب عمك، والدليل الصلح يلي صار. لهلأ كتير من الناس مو مصدقين إنه بابا وأبو رياض صالحوا. المهم الصلح يدوم يا غسان. بدوم إذا الله رح يدوم. وحمدي رح يسكت؟ مو ممكن. حمدي هلأ مشغول بموضوع واحد طير له عقلاته. وشو هو غسان؟ بكرة بهدى وبسلم. ايه بتكون مني شي؟ ايه غسان، بدنا ساندويش وبدنا شراب وبدنا بوزة اذا ما عندك مانع. وعصابك كمان. ايه على راسي من عيوني. امرك خطركن. مع السلامة. وليه؟ لك انت ما بدك تستحي؟ ليش كل هالطلبات؟ طيب ما هو ابن عمي وبيقولوا ابن العم بينزل بنت العم عن ظهر الفرس؟ ايه وكمان بيجيب ساندويش. لك شو اعمل فيكي؟ لك وينك انت؟ لفيت عليك البلد كلها. شوف فرحان، اوعى تفكر اني راح اسكت.
وسامي اللي فضلته علي رح سيل دمه قدامك وقدام سلمى كمان. لك اعمل يلي بدك اياه واعلى ما بخيلك اركبه كمان. ولك ليش انت عنيد؟ ومن امتى؟ قبل ما تسافر كنت مثل الخاتم باصبعي. العمى العمى. لك حكيك مثل الحجر، لا ريحه ولا ذوق. تيجي لتكحلها بتعميها. اسمع حمدي، انا ما عاد طايق حدا بنوب. انا بس جوز سلمى نازل للشام. لك ليش؟ بجوزها هنيك. انت اللي كسبت يا فرحان، مبروك عليك الارض. ارضي يا حمدي؟ جهز مصرياتك. قديش؟ يلي دفعت لك اياهن. معقول؟ بشرط. شو هو؟ سلمى. رجعنا لنفس الموضوع يا حمدي. لك سلمى ما بدها اياك. ماشي، بس ما تاخذ سامي. لك بتوقف على نصيبها يا حمدي. اخي ما عم وقف على نصيبها ولا شيء. انا ابن عمك، ما بحق لي اتدخل. خيو انا اعتبرني انا رافض، ما بحق لي. ماشي يا سيدي، موضوع سامي من اجله شوي بنفكر فيه منيح. غيره ما راح انسى لك هالشي يا فرحان، الا ما يجي اليوم ورد لك الصاع صاعين. الا اذا صرت جوز اختك، وهذا الشي الوحيد اللي بيطفي لي ناري.